صباح الخير، صباح مختلف زي أصحابه. اسمحوا لي قبل ما أقدم النهاردة أعرفكم بصاحبي وصديقي وزميلي في التقديم النهاردة. ممكن حضرتك تعرف نفسك؟ أنا محمد محمود، عندي 9 سنين، في مدرسة طه حسين. عارف يا أبو حميد، سنة 2018 حصل حاجة حلوة قوي قوي قوي. كانت النسخة الأولى من قادرون باختلاف اللي حضرها ورعاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وساعتها مصر كلها شافتكو وحبتكو وقدرت تفهم قدراتكو واختلافكو وأحلامكو وطموحاتكو. أيوة عارف يا كريم، أنا حلمي اتحقق النهاردة إن أنا أبقى مذيع في قادرون باختلاف. إيه رأيكم في وان مذيع؟ أنفع ولا لأ؟ ايه اللي تنفع؟ ده انا شرف ليا ان انا واقف جنبك النهارده. ودلوقتي يا فندم احنا هنتفرج على فيلم قصير عن 3 سنين القادرون باختلاف. يمكن هما 3 ايام بس قدروا يغيروا في تاريخ القادرون باختلاف، والسنه دي هي السنه الرابعه. وفي النهايه احب اشكر حضرتك واقول لك اني فخور اني واقف قدامك لاول مره، وان شاء الله طبعا ما تبقاش لاخر مره. ويا رب ان شاء الله ربنا يخليك لينا ويخليك لاطفال مصر يا فندم. شكرا يا فندم. يا محمد، يا محمود، يا محمد. نعم. ده انت مذيع جميل جدا، انت غلبت الاستاذ كريم. شكرا. طبعا. شكرا طبعا يا فندم. شكرا يا فندم.